يلا تمام. انت ترسلين ولا اني؟ يلا هلين أستاذ. تكبيساتكم الحلوة؟ كيفك يا عمار؟ والله الحمد لله، شلون شو اخبارك؟ والله الحمد لله. من العراق؟ نعم. عاد أنا يقولون ملامحي عراقية، إذا تسافرت برا كذا يقولون أنتي عراقية. صراحة نعم والله، يعني أنا سعودية أساسا. والنعم يقولوا لك ملامحك عراقية إن شاء الله. من أسافر برا لأنهم ما يعرفون يعني. برا إيه، وأنتي مشهورة بسناب ولا بمكان ثاني ولا بس هنا؟ والله أنا توني بادية يعني، ما بثيت هنا إلا مرة واحدة بس. لا يعني معروفة، ماني مشهورة. تيك توك، سناب شات، بس حلو. تيك توك ايش قد عندك هناك؟ تيك توك عندي يمكن 46 ألف هيتش، يعني ماني زيك يا عمار. عاد انت مشهور على كلامي، المتابعين كتبين لي. ما دا يكتبوا لك هسه هيجي؟ اي والله كتبين لي انه عمار نحبه، ما ادري وشو، وان اقول اغنيته الجديده تجنن. انت تغني؟ اي اغنية جديدة؟ ما ادري، هم كاتبين يكذبون علي. او ماي جاد، شكلهم يكذبون علي. عندك اغنية جديدة؟ شو يكتبون عليها؟ الا يقولون الا تنزل اغاني. مرحبا بخلود. بطرب عراقي مشهور. اوف صدق عمار، غن لي. ما وين اغني، وين بهزلها هذا اصلا؟ اني سافرت وصارت عندي مشكلة بالجواز مالتي، ف ايه يا جماعة، الدبل 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 يا سلطان. ألو ريلايز، دبل الدبل. ماش ريلايز، انسرق جوازك يا عمار. وين انسرق؟ لا مو انسى، بس لقيت يعني ضاعت، رحت المطعم ونسيت الشنطة مالتي، جبته بس يعني لقيته يعني. فشوية تدرين ان الواحد يضيع شيء فما له خلق كل شيء بس يسوي. لا تضيع السالفة. غني لي، يلا اغني لمنو؟ غني لي، غني لي، أبي أسمع صوتك عادي، لو شي خفيف يعني، ما أبغى أضغطك. اليوم ما موقف اغاني، يعني ما عندي، مضيع كل شيء. ما تشوفين انا دا احكي اليوم بس سوالف، حتى موسيقى ماكو. شوف لهالدرجة اليوم نفسيتك مش تمام. تعبان تعبان. انت شو اسمك؟ اسمي مابيل. مابيل. مابيل عشت الاسامي. عشت أيامك يا عمار. الله يخليك. من وين أنتي؟ أنا من الرياض، عايشة بالمدينة. الله، مدينة حلوة. المدينة منورة. ايه قد جيت المدينة يا عمار؟ ايه طبعا. متى آخر مرة جيتها؟ لا اخر مرة كنت في الرياض، بس اخر مرة جيت المدينة اعتقد كان 2021. 21. قريب يعني، كويس. ها؟ أقول قريب يعني، تقريبا. ايه نعم. مرة شي كويس. انتي عندك يعني برنامج تيك توك كنتي تبثينه هناك؟ ايه كنت بث. ذوان شكرا. ابراهيم خلود شكرا. حلو. السلطان، السلطان سوي شغلك، اعترفنا. ريلاكس، ترى أنا يعني مو مرة مع السوشيال ميديا، أحس
عمار صح، الناس اللي يدخلون السوشيال ميديا ويبثون واكتف ما يعرفون اسامي المشاهير او ما يعرفون، ملاحظ ذا الشيء ولا بس انا؟ مين ما يعرف أسامي المشاهير؟ Thank you، مرة شكرا. دوان شكرا. شكرا والله. شكرا شكرا عيوني. أنا فزت. شكرا. أنا فزت. إيه فزتي، بس إحنا نزل جو برا الجولة. الجحفلة جولتين دائما. والله صدق عمار. طبعا. يلا يلا نلعب من جديد. اي والله راح برا قسم بالله. صح اقول لك، كفو والله ما قصرت. لما الواحد يصير اكتف بالسوشيال ميديا وعنده شغله بالسوشيال ميديا ما يصير يعرف اسامي المشاهير، ملاحظ لا. هذا الشيء ولا لا؟ لا بس عادي، بالعكس شلون مش دخل. لا مو اسامي المشاهير، يعني مثلا عمار انت بتكون عارف اسامي المشاهير لان خلقك انت مشهور فانت تدخل معهم هم اصحابك، بس انا اقصد الناس اللي توهم طالعة اللي توه يصير فيه هب عليهم ما تعرفونهم. أحس بس ما أفهم سؤالك على شنو، ما فهمت. أنت بشكل عام تقصدين إنه الناس الجدد يدخلون ما يعرفون أسماء، ما يعرفون المشاهير؟ لا أنا أقصد إن الواحد لما يبث زي كذا ما يصير زي المتابع، المتابع بيكون يعرف كمية ناس كبيرة، بس اللي بث بيعرف الناس اللي يدخل معهم بس. اي اي عاجيني وصلت نقطتي، طولت وانا اشرح. قصدها تمشي ايش؟ ممكن بس تعيدين الكلام بس اتفهم اكثر. انت قصدك الناس الجدد يدخلون؟ ايه انا اقول لك، قولي. ايه الناس الجدد اللي يدخلون، ايه طيب ايش بيهم؟ تصير ما تعرفهم. منو اللي ما يعرفهم؟ انت يا واحد تبث. طبعا اذا انا ما طلع وياه ما راح اعرف. ايوه هذا اللي اقصده، ايه ان احنا اللي نبث ما نعرف الا اللي نطلع معهم، نادر ما نعرف اسامي ناس برا لان ما نتابع. يعني وقتنا إذا نبي، إذا عندنا وقت فاضي ما نروح نتابع، نروح نبث. عاش عاش ريلاكس عاش. عمار لا تضحك. أدري الجديدين يعني إيه بس يعني الموضوع وين؟ عمار أنا جاية من دوام حقي مقوميني غصب. بس قولي لي وين المشكله يعني؟ خلاص خلينا نقفل السالفه. لا صح كلامه صح يا اخوان، صح كلامه صح، ان الواحد لما يفتح بث ما عنده مجال اصلا يشوف المشاهير اصلا، مش مجبور. منو مجبور يشوف مشهور يشوف شغله؟ المهم بس يبث. وفي ناس مثلا مهتمه في اخبار المشاهير وفي ناس مهتمه في البث. الحمد لله يا عمار انك فهمت علي. انا من عندي قلت ما ادري شلون طلعت صح. الحمد لله الحمد لله طلع صح طلع صح. هذه النقطة اللي أبي أوصلها. يقول لك وأنا سايق السيارة ما أشوف التلفزيون. صح بس هذا مو شرط، يعني التلفزيون هسه ما بيها أي شيء، هسه ما عندك أقوم من التلفزيون. يضحك. يقولون منزل أغنية اسمها الميزان، ترى انا برجي ميزان عمار تدري؟ صدق؟ انا برجي ميزان. صح احنا خسرانين بس ترى اذا الجوله فزنا راح يصير شو اسمه؟ تلعبين الفاصل ولا نخليها تعادل؟ نشوف يلا نشوف. المارد السحري الحين يطلع لنا فاهم. لا تخنق نفسك يا اخي، يا اخنق نفسي ترى الصوت واضح ولا لا؟ انت كومنتاتك ما يعجبني والله، دير بالك انا انطيش انذار. مين؟ مو انا طبعا. اكيد مو انت، انا قلت كومنتي معوده، ايش بيك انت؟ اي لا يعني حسب اللي عندي. لا اللي عندي كويسين. انا اشوف كومنت اللي عندك. لا لا انت مين؟ انت نامي زين. اي والله ما عندي احس. قبل البث.
أحس الموضوع موضوع عدم نوم. اي عدم نوم، يا صح، نامي. إن شاء الله. ايه يلا أساسا هذه تقريبا مو آخر جولة، قبل الأخير. شنو هو ما اخر شو؟ يعني هذه يعني بعدها بروح أنام، عرفت؟ ما ادري، يعني مو صاحي، يا مو صاحي، ما ادري. اقول لك والله ارتاحي ارتاحي شويه، ترى أنا والله أقول لك أن السهره مو بعد زين. الجولة هذه بلعب جولة بعدين خلاص أروح أنام. لا لا انا صح، تنامي احسن. والله أحس كلامي مفهوم. طيب المارد السحري ما اشتغل. شكرا شكرا خلود، موجودين. نلعب الفاصلة ولا تعادل؟ إلا نلعب بالفاصلة. شوف المارد السحري لو ما اشتغلت يا ويلك. جميل. ثانك يو، ريلاكس، والله ما قصرت، والله جولك كنت مد من زود صراحة. دقيقة، منو اللي ساحر وإذا ما صاروا يا ويلك، منو هذول؟ هذا واحد فزت عليه بتحدي، إيه؟ وجاء وخلاص عندك اللايف؟ مين اللي بسكور؟ جاء عندك اللايف؟ ايه وقلتي انا له فزت عليه بتحدي وقال خلاص اذا فزتي علي وعد مني انه ما ادري وشو انه ينزل لي سكور. اوكي، يلا نفذ الحكم، يلا. يلا نفذ نفذ. هذا صديقي مو بحكم، يعني صديقي بالبرنامج هنا بالكومنت. هو ما يفتح بث؟ يلا يفتح. انت قلت انا حكمته. انا قلت له انه شوف اذا طلع هذا الشيء غلط راح ترسل لي سكار. قال طيب وطلع غلط. سالفة بينكم يعني بالبث. اي سالفة بيننا ما في شيء. اوكي. يا جماعة تكبيس تكبيس ضروري، ترى تكبسون. دبل دبل. Thank you see. Thank you relax. أرفق الخلود. خلود شكرا. قنديل. شكرا يا خلود. عاش سلطان. اكتبوا هذا الفاصل ترى. نداء نداء للذيب. نداء شنو؟ للذيب. منو الذيب؟ هذا اللي مثل السكور يجي ذيب صح؟ ايه هذا كلش حلو شكله. ودي اشوفه، تصدق اني ما قد شفته؟ صح؟ ايه صح، يعني الواحد يشوف الذيب جميل، وخاصة يعني يروح يجي بين بس هو المنطقة اللي مصورين هالذيب وين تتوقعي؟ يقهرني ما قد شفته، مش تراني أني قهرتش عشان ما شفته؟ أقول يقهرني أنا ما قد شفته ولا مرة شفته؟ ولا مرة. أي اللي بالعلا. شوف هو مصورينها بالعلا على اساس الذيب هذا. صدق والله؟ صدق حصة؟ أبي تأكيد على الكلام يا جماعة. نمر كان مو ذيب؟ شنو هذا؟ صدقت طلع نمر بالأخير وإحنا عبانا ذيب؟ السلطان صدق تحجون؟ أقول ليش طلع نمر؟ طلع نمر بعد. لا بس اكو ذيب، اكو ذيب يقولون. لا الذيب ولا النمر شفنا واحد. دقيقة خليني اشوف من غير نكنة، اشوف دقيقة اشوف ياهم النوم. دقيقة هو اكو شكل ذيب؟ ولا واحد منهم شفته. ارحب يا خلود، هذا ابتزل نمر. لا هذا الذيب هذا. ايه انجاد ذيب ما شاء الله. ذيب اقوى من النمر.
ايه حركات، شوف الله حركات. هو هذا، هذا الذيب بيجي يعني رائع ان شاء عقبال الله. ما اشوفه يا رب. متأكدة حسة؟ يا جماعة سكار 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 سكار، هيلب مي هيلب مي. والله عمار ليش ما تبي تغني لي؟ غني. بطلت أغني أصلاً، مالك خلق شكل. مالك خلق، تعبان. الله يصلحك السلطة. الحكم الأول ها روحي تنامين، الحكم الثاني. بس حكم واحد صدق، روحي نامي. يلا والله تشرفت فيك عمار. جربنا نفذي الحكم ان شاء الله ان شاء الله، ما عليك. إن شاء الله، وعد حكم، هذا هذا مثل لا السجن ترى. خلاص بنفذه بنفذه صدق، بقفل وبنام يلا القفلي، هذا حكم، هذا حق الداعمين. ان شاء الله. يلا مع يلا السلامة، تشرفت فيك، باي. مع السلامة. نعم. شكرا. يا ربي، لا بس والله ترى اكو ناس على نياته والله، يمكن تشوفوا لهذا ترى. وانا ذاك اليوم قلت شغله، قلت اللايف مو اي واحد عنده طاقه باللايف، والله اللايف والله ياخذ طاقه من الشخص، احيانا ما يعرف شو يقول. فوالله فخطيه يجوز مثلا، او جزئيه فعلا تعبانه يعني. ما ادري سالفه، سالفه ولا افتهمت انا، ولا افتهمت نقطه.